بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حنا كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء مع خونا حبيبنا السي مصطفى اللي حاضر معنا بقوه كيف العاده. دونك اليوم بغينا نعطي لكم واحد الفيديو قصير على يعني طواف اللي عملوا مصطفى شابر ومن لا يعرف ولا معروف عن الصعيد الوطني مدينه الدار البيضاء صديقنا وحبيب وعزيز علينا. دونك نحاولوا ولا يحاول السي مصطفى يحكي لنا شويه على التراجي اللي درا وكيف جات الفكره انه يبدا هذا ولا يخوض هذه المعركه هذه ويخرج من مدينه الدار البيضاء صوب مدينه تطوان ومدينه تطوان صوب الاقاليم الصحراويه. هذا السي مصطفى. تفضل السي مصطفى على بركه. السلام عليكم. تحياتي للمشاهدين والمتابعين ديال فهد البراق. الله يحفظك. بغيت نشكر فهد البراق على الالتفات اللي جا من بيت تطوان مدينه الدار البيضاء باش يدير معايا هذا الانترفيو. شرف ليا وهذا صافي بليزير وهذا محل الا فخر وحب الدراجه. الدراجه. وكنشكرك الاحمد احمد واحد النقطه اللي بغيت نقول لكم. انت هو اونسيان جوور ديال اونسيان جوور في فيديراسيون رويال ماروكان دو سيكليزم يعني في البراق اللي تا هو عنده ليكسبيريونس في هذه التجربه. وكنشكرو بزاف على قبل هذه التفاتات اللي قام بها. وتحياتي للمشاهدين والمتابعين ديال فهد البراق. الله يحفظك ليا سي مصطفى. بغيك يا سيدي ولا كيفما الناس كيتابعوني وكيعرفوني دونك عجبني كل مره يعني نجيب واحد الحاجه جديده واحد العنصر جديد. اليوم العنصر ديالنا هو سي مصطفى شابر اللي دار واحد التريك واعر وناضي ديال بصح يعني انطلق ولا جاتو الفكره انطلق من مدينه الدار البيضاء صوب مدينه تطوان. سي مصطفى احكي لنا على الفكره كيف جاتك الفكره. عاود اول حاجه اللي بغيت نقول لكم هو ان بالنسبه لهذه الفكره هذه يعني انا ديما عندي واحد اي انسان كيكون عنده زوجتي في الحياه ديالي. انا عندي واحد الاوبجيكتيف وان شاء الله كان عندي ديما في الصغر ديالي انا من عشاق التريك يعني كنتريكي بزاف وكان عندي ديما هدف عندي في الحياه ديالي هو انني نجو للمغرب عبر الدراجه الهوائيه. والحمد لله تمت لي هذا الحلم هذا واستطعت باش ندير الجوله الاولى اللي درتها ان شاء الله نحو مدينه الداخله اللي دام فيها 37 يوم من الذهاب والاياب. ودرت هذه الجوله هذه اللي كانت الجوله الثانيه اللي قمت بها مدينه الدار البيضاء الى مدينه مهم بالنسبه للمناطق الشماليه بصفه عامه ومناطق الشرقيه والجنوب الشرقي. وكانت واحد الرحله اللي ممتعه وشيقه واللي قضيت فيها واحد تقريبا واحد من 60 يوم وكانت ممتعه وكان ان شاء الله دابا الهدف اللي عندي ان شاء الله اللي راسم في الحياه ديالي وان شاء الله مستقبلا ان شاء الله وخدام عليه وما غاديش نوقف ان شاء الله هو ان شاء الله بالله ان شاء الله بغيت ندير رحله الى جنوب افريقيا ان شاء الله من مدينه الدار البيضاء الى جنوب افريقيا ان شاء الله. كلشي يعني والهدف اللي عنده شي حلم اللي عنده شي حلم السي مصطفى ورسمه بغرض عينه واش يقدر يوصل له ولا لا. بالنسبه كما كيقول لك المثال لكل مشاهد نصيب اللي عنده شي حلم اللي عنده شي حلم في الحياه ديالو كيوصل ليه فهمتيني. يعني الانسان غير الشاهد. بالنسبه لهذه الرحله هذه المسافه اللي قمت بها ما جاتش اللي ضرب فيها 3500 كيلومتر ما جاتش ساهله. شفت بعمل جبار وكتشف ورغبه وجراه وكفاءه واللي عنده شي حاجه رغم الصعاب ورغم المتاعب ولكن الحمد لله وصلت لك الاوبجيكتيف ديالي. بغيت نسولك السي مصطفى واحد السؤال. عطينا غير شي حدث وقع لك في الطريق مثلا وانت غادي من مدينه الدار البيضاء نحو مدينه تطوان مثلا. بالنسبه للاحداث وقعوا بزاف يعني شي وحده يعني بزاف منها يعني كاين الاعطاب اللي كيوقعوا لك في السبيطار كاين الاعطاب اللي كيوقعوا لك في الجسد ديالك يعني بزاف ديال الاشياء. انت متحملتي؟ بيان سور. انا راه سبق لي عطني الا شفت الصوره اللي كانت السابقه اللي ديال الجي ديالي راه سبق الحنش ديال الحناش يعني ماشي الحنش ديال الماء فهمتي في فيدي كنت كنداخل شي جنانات كنقطع شي اشياء وتصابيت بسميتو بمرضى ديال الحنش ومع ذلك استمريت وشفتيش وما كون يعني لو كون كان شي واحد اخر لو كون رجع للدار تمشي على فتاتها بارحه ايوا واش غدير الحمد لله. شوف هادشي كامل بفضل ديال الله سبحانه وتعالى بفضل
الرده ديال المشاهدين ورده الوالدين يعني باش وصلنا لهذا الاهداف. طبعا الناس كيدعموك يعني كيدعموك يعني من صغير وكبير كيدعموك يعني بالكلام مزيان ولا يعني بزاف ديال اللعيبات بزاف ديال الحاجات واعرين. وفريمون تبارك الله عليك قاومتي بزاف ديال الرياح وقاومتي بزاف ديال الطرقات والجبال يعني والعقابي وما خليتي ما بتي حتى جبتي الدوره ديالك وصلتي لمدينه الدار البيضاء اللي احنا كنتواجدوا فيها فون فابال. وكنصور لكم هذا الفيديو هذا اللي ناضي ديال بصح مع السي مصطفى وكحصل لنا الشرف شرف كبير انا نصور معاه فيديو. فريمون كي هذا السيد هذا عنده ما يقول وتبارك الله راسو عامر بزاف وناضي ديال بصح والله فريمون شي حاجه ناضيه ديال بصح. السي مصطفى كملنا عطينا الاهداف ديالك عطينا شي هدف الاهداف ديالك المستقبليه ان شاء الله. بالنسبه للزوج ديالي كما سبق لي كنت كتب يعني هذا يعني ان شاء الله كما كتعرفوا الاحوال اللي كتكون من البلاد اللي هذا الهدف اللي غيكون شويه كيطلب شويه ديال الوقت ان شاء الله اللي لحقاش الرحله ديال جنوب افريقيا كتبغي واحد الدراسه. يعني الهدف ديالي الاول دابا الان هو ان شاء الله راه كاين واحد كون واحد ان جروب هنا في مدينه الدار البيضاء بغينا نعملوا الفكره ان شاء الله باش يكون جينيرال. دابا بدينا كنستعدوا ان شاء الله الخرجات بدينا كنديروا يعني بدينا تقريبا غير من 30 كيلومتر ولينا كنخرجوا جروب هنا في مدينه الدار البيضاء ان شاء الله. وغادي في المستقبل غادي يكون الاسم ديالو والهدف ديالنا هو ان شاء الله نشروا هذه الرياضه هذه في الدار من الدار البيضاء وتحتى في مدينه الرباط وتحل جميع المجرى ديالها في جميع المناطق المغربيه ان شاء الله. وحنا خدامين على هذا لوبجيكتيف اللي فيه يعني فيه دي جون دي سبوار يعني فيه دراري صغار فيهم والناس عجباتهم هذه الفكره هذه الناس عجباتهم هذه الفكره هذه وان شاء الله كتجي المبادره من عنده وبداو كيخرجوا معاك وداك الشيء ايوا ان شاء الله فريمون داك الشيء ايتاب باغ ايتاب وربي كيسهل. وفريمون الناس هنا تبارك الله راه العقليه اوبن بزاف يعني يخرجوا معاك وينشطوا معاك وهذه وما على بالهمش وفريمون شي حاجه واعره 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 بزاف. وعطينا شي كلمة أخيرة سي مصطفى. كلمة الأخيرة كنبغي نشكر المشاهدين كنبغي نشكرهم بزاف على المشاهدة وكنبغي نشكر يعني لي فان فهد البراق حتى هما اون جينيرال وكنبغي نشكر فهد البراق اللي جا من تطوان في مدينة الدار البيضاء يعني هذا شرف ليا. هذا العالم ديالنا وفخر ديالك طبعا هذا فخر ليا انا باش يجي بزاف فلوغو يعني فهد البراق من مدينة الدار البيضاء ويدير معايا هذا السجواب هذا ما الا فخر واعتزاز. الله يحفظك اسي مصطفى الله الا فريمون انت انا كيحصل لي الشرف نكون معاك هنا في مدينة الدار البيضاء وفريمون سراني بزاف ديال البلايص بزاف ديال المواطن دونك خلي لهم الكونتاك ديالو اللي بغا يتكونتاكتا معاه وجا مدينة الدار البيضاء واللي جا من الطرف ديالي مرحبا وغير مرحبا يا سي مصطفى. مرحبا والف مرحبا وصديقي زين الله العظيم والله يعني سراني بزاف ديال اللعيبات في الدار البيضاء كانه يعني حافظ بزاف ديال القناص بزاف ديال يعني كتبار بزاف ديال الناس ساكنين في الدار البيضاء وما عارفين بزاف ديال المواضع ولكن فريمون تبارك الله عليه وتحيه ليك تحيه خاصه لك سي مصطفى وتحيه لكاع الناس اللي كيساندوك واللي كيتابعوك وما كرهناش ما كرهناش نشوفوك ان شاء الله كتبان في التلفازه ولا كتبان شي لعيبه والله الا يحصلنا الشرف نشوفوك في التلفازه ولا منابر اعلاميه كيف ما استضفوك مؤخرا الراديو ديال ام اف ام وطلبوا من الله يستضفوك يعني قنوات بزاف ديال اللعيبات. ولكن كلمه سي مصطفى كلمه اخيره بسيطه نختموا بها هذا اللقاء. هذا ما الا غير موتيفاسيون لكم وجميع الناس اون جينيرال والانسان هو اللي يحاول يكون عنده واحد الفكر اللي رياضي ما يبقاش نعاس الانسان هو اللي يرسم الاهداف ديالو كما كيقول لك المشاهدين نصيب اللي كيبغي شي حاجه راه كيوصل ليها. وقبلنا حاجه واحده اللي نقدر نقول لكم هو نوضو التريني نوضو التريني نوضو التريني وملعوبه الدراري تبارك الله عليكم هاف ا نايس داي شكرا بزاف تشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله ان شاء الله. طبعا تنحيو كاع المستمعين والمستمعات اللي كيتبعونا في صباح الخير يا بلادي وتا خمس صباح تيتمنى لكم الخير والصحه والعافيه في هذه الجمعه وتابعوا برامجنا طيله اليوم ان شاء الله. ستون غادي يكون معنا اليوم مباشره وكذلك مجموعه من البرامج المتنوعه. كتجيب مرة تجيب بيكالا ديالك الغالي مرة كنجيب بيكالا وبيكالا عندي بها واحد العلاقة وطيدة زوينة باخي كنتذكر واحد الذكريات زوينة في مراكش. انت من مراكش الغالي؟ نعم خويا
والله العظيم زعما ماشي ولكن الحاجه الزوينه هشام وفاطمه الزهراء باقي تنعقل وكانت عندي واحد البيكاره صغيره وكنت قبضت واحد القرعه ديال واحد المشروب ديال هذا اللي كناكلو دابا بحال ياغورت وكنديرها ما بين سميتو ما بين الرويضه لا ما بين الرويضه وبين دوك الباتانات فاش كتكون غادي بحال غادي شي موطور مع داك الاحتكاك تسمع داك الصوت فانا غادي مع واحد مول الموطور مع صغير ورد نورك تنجي كما عارف هو مسكين تيتنكر من وراه من رجع تشيني من مره ليصر تسحبوا الشي موتور اللي جاي ولكن العلاقه تتبقى دائما مع البيكالا زوينه لانه ما عندك ما تخلصش المازوت أيه. ما عادش يعني ما عندكش خسائر غير ملوثه غير ملوثه صديقات البيئه تيقولوا لها عاود الريح عاود الريح ولكن اهم حاجه فيها اللي زوينه وزوينه بزاف وخصك تكون كتعرف لا طاحت ليك السنسله هذاك ديباناج كيفاش تقاد هذاك اللي جات السنسله غادي نسولكم جوج هشام وغالي شنو هي المسافه اطول مسافه درتوها بالبيكالا اطول مسافه هشام اطول أنا مسافه ما سبقليش انا كنت كنستعملها في يعني متحركه كنت نستعملها في لاصال يعني وهي واقفه لا كنقول كان بيكالا بيكالا ماشي خلينا ما كنتش كنعملها بزاف ما كنجيش شحال اطول مسافه اطول مسافه اطول مسافه نقدر نقول لك تقريبا واحد 30 كيلومتر انا 30 ثانيه اخويا 30 ثانيه غير الركبه ديالها غير الركبه ديالها وكنزف انا نعطيكم واحد المعلومه وانا ناخذ ضيف صباح دابا ايه واش فراسك مثلا الى حنا في 13 وطلعت ال 14 كتعيا شكون هذه واحد البنت بيكالا طلعت ال 14 كتعيا وكتسخف تكون بذلات مجهود كبير جدا عاد عاد مسافه كبيره بالبيكالا فما بالك بالبيكالا كاين اخويا ضيف صباح دابا على ما فهم سمعونا اذا ضيف صباح معنا في هذا الصباح هذا اش غنجاوب اش نقول دبر راسك ما عندي ما نقول خليني غادي نمشي عند الضيف ديالنا اليوم اللي هو مصطفى شافار اللي هو واحد شاب مغامر شاب ولد مدينه الدار البيضاء من ليساسفه اللي فكر في واحد الفكره رائعه انه يجول للمغرب يجول المغرب من جنوبه او من شماله حتى لجنوبه هذه الفكره هذه عند اي مغربي ولكن واش اي مغربي عنده الفكره انه ياخذ بيكاله وبوحديته ويغامر الطريقه هذه اليوم 60 يوم ديال الرحله اللي قام بها مصطفى شابه هذه الرحله هذه اللي قسمها على جوج ما قبل كورونا وما والان غادي نعرفوا تفاصيل اكثر معك سي مصطفى صباح النور صباح الخير فاطمه الزهراء صباح الخير هشام صباح الخير غالي صباح الخير وشكرا على الاستضافه وتحياتي للمستمعين الكرام مرحبا بك سي مصطفى دابا فين كاين الان انا كاين تيزين تيشكر تدات برافو عليك واحد تيزين تيشكر واخا تم السنيالات بربعة باش يعرفوك الناس راه كتهضر معانا تيزين تيشكر تدات تبارك الله عليه باش كي قلتي لي البارح مصطفى قلتي بان اليوم زعما الجمعه كملتي 60 يوم في هذه الرحله هذه ياك لا اليوم 60 يوم اليوم اللي قالت اليوم درت 3400 كيلومتر اللي وصلت لحد الان واليوم في هذا الصباح هذا ان شاء الله غادي نكون في مراكش ان شاء الله الله يوصلك بخير وعلى خير بالبايسيكل يعني بالبيكالا بيكالا 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 اللي سميتها امل سميتها امل امل يا سيدي تبارك الله على امالي صابره معك هذه الايام كلها والمسافه ياك كيفاش جاتك الرحله مصطفى كيفاش جاتك الرحله انك كيفاش جاتك الفكره ماشي الرحله كيفاش جاتك الفكره انك تمشي بهذه الرحله هذه اللي ما سهلاش اول حاجه انت راه بوحدك ثاني حاجه بيكالا راه ما سهلاش وتقريبا كيضرب في النهار 56 كيلومتر الا حسبنا مثلا معدل ديال هو قال لك 3400 كيلومتر دابا اللي ضرب معدل ديال 60 يوم ياك تقريبا عندك 56 نقول 60 كيلومتر في النهار ياك كاين بعض المرات اللي كتشعب انا بالنسبه لي انا الهدف الاول عندي هو الاكتشاف يعني اكتشاف ديال المناطق وبالنسبه للمسافه اللي كنضرب في النهار كاين بعض المرات اللي كتضرب 80 كاين بعض المرات اللي كتوصل 185 على حساب على حساب الركابي ديالك على حساب الركابي وعلى حساب الطراج يعني المنطقه اللي غادي ليها وعلى حساب الثلجو احيانا يعني شنو بغيت نقول لي ثلجو ثلجو كيعاون على حساب الثلجو نعم مصطفى قلت لي بان قسمتي هذه الرحله دي على جوج قبل كورونا قلت لي خصتيها لشمال المملكه ولا جنوب المملكه ياك لا قبل كورونا قبل كورونا كنت مشيت للداخله من كازا برافو عليك
وكنت غادي ندير واحد الخرجه هذه اللي درت دابا بعد الكورونا من ورا ديك الخرجه ولكن راكم معاه في الدروب اللي كان في الموضوع هذا كيفاش كتمر من البلاد يعني ما صار يعني ما استطعتش باش نخرج وخرجت بعد كورونا حاشي انا عندي واحد الهدف ان شاء الله من بعد ندير واحد الجوله ان شاء الله الى افريقيا ان شاء الله ان شاء الله جوله الافريقيه تبارك الله عليك جوله افريقيا راه ما سهلاش مسافه الى توفرت لي بعض الظروف أيه. او ما لقيتش بحال باش يسبونسور ولا شي حاجه والمسائل غادي نتوكل على الله انت بالنسبه الاشياء اللي صعيبه في اكتمالها هما انا عندي هي الكفاءه والجراه والرغبه انا عندي باش برافو عليك كتبغي شي امور اللي ماديه هي اللي تقدر حاجة اللي كتديرو في المغرب يعني اللي كتبدا في المغرب يعني انت واخا كيدور واحد البيت اللي شويه قديم الناس كتعاون معاك كتعرفكم عارفين بلا المغرب كلشي مرحبا بيك اجي ولدي هنا ندخل عندنا تبات عندنا اليوم راه هذيك الشيء في المسونان فين كان كيبات لا بالنسبه للبات واحد النقطه ديالاش يعني انا عندي لاطونج عندي كلشي يعني ما يعني ما كيبيتك حد كاتبات يعني حدا بيكالتك في اي مكان وصلتي ليه اي مكان وصلت ليه يعني كان باش فيه ما عنديش مشكل في نباتة صافني شي واحد تبارك الله الله عليك عندي لاطونج ديالي عندي المسائل ديالي تبارك الله عليك مزيان يعني داكشي مقومو تبارك الله عليك تبارك الله عليك مصطفى دابا مصطفى لقيت فاش تكون غادي البيكالا ديالك وضربتي بها الاف الكيلومترات بطبيعه الحال البيكالتو سميتها امل تيبقى تيقول لها لا يا امل ما ديريهاش لا يا امل ما ديريهاش ما توقفيش اسمعها وتبارك الله عليك مصطفى تبارك الله عليك شكرا مصطفى شكرا الرحله موفقه والله يوصلك بخير وعلى خير شكرا شكرا مرحبا ما نسمعهاش سالي عليا